دائما بنحب بصباحنا سلط الضوء على المواهب، وخاصة مواهب السيدات السوريات، وخاصة إعادة التدوير. رح نحكي أكثر عن منتجات صنعت بأيادي سيدات سوريات بالفقرة التالية مع ميسان. يعني صباحكم. ليا يعني عالم من السحر والفن، فينا نقول عنه بإنجاز قطع من المفارش وأغطية وشالات وغيرها من الأعمال الجميلة من خلال طريقة جديدة بالحياكة تحمل العديد من التصميمات والرسومات. معنا السيدة نبيلة إسحاق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. أهلين وسهلين، شكراً لك. أنا مهندسة مها حجازي. أهلاً وسهلاً. عفواً للتصحيح. مهندسة مها حجازي، يعطيكي العافية. يعني فيكي. عم نشوف هيك حضرتي لنا شغلات كتير حلوة، يعني جددتي لنا فيها الاستديو تسلمي يا رب. بوجودها معنا لليوم. تسلمي. شغلات مميزة. سيدة مها، يعني عم نشوف طريقة جديدة للحياكة، ممكن تخبريني عنها؟ هلأ نحن كل أعمالنا بشكل عام يدوية، كل شغلنا اللي عم نشتغله بيعتمد على الإبرة والخيط. بداياتي كانت من خلال عملي، دريت بدورة إعادة تدوير للأقمشة، وأنا هي كانت من إحدى الشغلات اللي أنا بحبها. يعني هواية بتحبيها؟ هواية إيه، وحبيت إني نميها، فاتبعت هي الدورة بعملي عن طريق اتحاد عمال دمشق، وكانت المدربة للصدفة إحدى نحلات سوريا اللي أنتم الكل أكيد صحيح، أكيد نحلات سوريا دائما ضيفاتنا الدائمات. تمام، خلي لي إياكي. فهذه بلشنا معه هون، تعلمنا شغلات جديدة، تقنيات كمان حلوة، يعني إنه مثلا الواحد يستفيد من أي شيء موجود عنده، ما يكب شيء ما له لازمه. فهي الشغلات اللي ما له لازمتنا أحيانا بيطلع منها تحف، وهي ما بتتكرر إلا مرة واحدة، فهلي بيقتنيها بيكون عم يقتني تحفة ما له موجودة عند أي حدا تاني غير عنده. نعم. خلينا نحكي، نحن هلا هون عندي انا مفارش، هدول مو مفارش؟ نعم. ايه يلا. هدول مفارش. هلا هي بالنسبه رح افرجيهم للناس. اول شيء هيدي مصنوعه من قماش البروكار الدمشقي اللي لبسته الملكه اليزابيث. نعم. يعني بس كمان مثل ما شايفين، وفي له فيها تعريف، فيها البروكار الدمشقي كمان في له هون شيء تعريفي، ولكن بدي فرجيه من ورا كيف انه هو بالابره والخيط مشغول. بالابره وبالخيط وبتقنيه كثير عاليه الجوده. هي شو؟ القماشة الخلفية. القماشة الخلفية هي خام، ما في شيء. لا، هي بتتعلق تعليق؟ ايه، هي لوحة زخرفية. نعم. تسمى لوحة زخرفية، ممكن تعليقها أو ممكن مثلا حطتها على مفرش طاولة أو هيك، حسب المكان وحسب الألوان اللي موجودة بالفرش مثلا، ممكن شو ما بده السيدة أو صاحب اللي بيحب. وهذا يعني جديد، خلينا نشوف كيف. هون في لهم بصمة النحلات السوريات، هي شاركت فيها بمسابقة صنعة بعيد السيدة مها. نعم، هي ذكريات يا لوحة الأصالة اسمها لوحة الأصالة والمعاصرة. والمعاصرة يعني هي كمان موقعتيها بكانون الثاني ب 2021. نعم. مثل ما شايفين، هي يعني كل شيء مشغول في له بيكون بصمة. تمام. هلا في عندنا مثلا هدول جلايل مخدات. كمان نفس الشيء، يعني هلا بتكون خلينا نخلص من هدول مشان ايه، بما انه في شغلات. هي اخر وحده عملناها. هي شو؟ هي اسمها لوحه الحب. انا بحب سوريا، ف هي ضمن المسابقة، هي تدل كمان مسابقه مع مشاركه نحلات سوريا. ولكي كيف الالوان جاي لك، تناسق الالوان، يعني الزهر رمادي، الوان كثير متناسقه، وهي ما بيخطر على بالنا انه يمكن تكون. هلا هن عباره عن قصاصات موجوده مع بعضها. تماما، هي قصاصات قصاصات من القماش، وهي هي انواع القماش اللي حضرتك عم تشوفيهم هلا بتدسيهم. هدول هن القصاصات اللي اشتغلت منهم كل اللوحه. هدول القصاصات هن قديمين عندك؟ قديمين او من مخلفات مصانع، معمل كذا، حدا محلات القماش مثلا ممكن نشوف اذا عندها شيء زايد. ايه فضلات يعني، او هيك شغلات. يعني ما بنجيب شيء له تمام، بس بنساوي فيه شغلات
كثير لها ثمن. بس كمان يعني في شغلات بدنا نلاحظها انه في تنوع بانواع القماش، يعني في البروكار، في الجينز، في القطن بالضبط. يعني هذا التنوع كيف انت بتختاري انه هي الاقمشه ممكن تناسب لبعضها او غير مناسبه لبعضها؟ احنا بنعمل مثل مخطط، يعني بنرسم فيه شو نحن بدنا. هلا هذا لا هذا شيء ثاني هلا عم بشتغله يعني حاليا، ولكن قصدي الشكل المخطط. ولكن الشكل هيك بنرسم فيه مثلا مخطط، خلينا نورجيهم شكل المخطط يلي بنرسمه وبعدين بنطبقه على القماش. يعني ما في شيء هيك بيجي من فراغ، يعني بنصممه بنرتبه بنقول انه هيدي الابعاد هيك لازم تكون. اخر شيء بيطلع معنا لوحه فنيه بهذا الشكل. عندنا هلا هون هي وجاه مخدات، وجاه مخدات تمام، بس كثير مميزين. ما بعرف على اي كاميرا بدنا نعرضهم، على هي تمام. ليكي ليا فيهم كثير كمان الوانهم حلوين وصيفيه، شيء حلو صيفيات عن جد الالوان وعلى الموضة، في شيء على الموضة. خلينا نحكي بالنص. بأي سنة بلشتي مع النحلة؟ هلا أنا بديت باتحاد عمال دمشق، عملوا دورة فكانت إحدى المدربات هي واحدة من النحلات، وأنا بوجه لها تحية سيدة ابتسام. علمتنا كثير شغلات وبعدين عرفتني على بقية الناس يعني اللي بيشتغلوا بهذا المجال. فأول شيء بنبدأ بشكل كتير بسيط، يعني هو عبارة عن 4 مربعات بنضيفهم على بعض وبنعمل لهم مثل هيك شيء يعني. يعني بس طبعا هي كبداية يعني اسمه كمان. هي وجاه طاولات، وجاه شعلوين هيديكي في انا عملتها هي مثل طقم يعني انه هي في لها مفتاح، في كمان أكبر. اغباني هذا اللي مشغول فيه هذا الاغباني، صحت لي شقفة أغباني فاشتغلت عليها. تماما، كل شيء بنلاقي له حلقة إضافة. تدربي هلا النحلات؟ هلا ايه صرنا مدربات لأنه انتسبنا لاتحاد الحرفيين وصار معنا شهادة إثبات حرفة، فصار فينا ندرب يعني والنتائج كثير حلوة. في هلا هدول متعددين القياسات، فأنا جايبة أمثلة بعض من شيء يعني مو كل شيء. هي شو هون القماش؟ في كمان شوف هون عم كل شيء كل شيء كل شيء عندي كل شيء يعني ساتان مثلا مطبع الوان، المهم انه تناسب بعضها. يمكن الهندسه شوي ساعدتني بهذا المجال. اكيد اكيد دائما يعني احيانا الدراسه بتخدم. ليا بنشوف في صبايا ايضا بنحلات سوريا يمكن هي كانت دارسين فنون جميله او معاهد، وهي الشغلات كثير عم تساعدهم، بصير عندهم هيك نوع من الفن والحرفيه ايضا. شغلة هواية وبنفس الوقت يعني بدها تنمية الحقيقة، يعني إنه لحاله الواحد ما رح يقدر إنه يطلع معه كل هدول الشغلات، بده يشوف وبده يشوف كمان موضوع النت كمان. هلا النت صار فيه ايه صار فيه هالموضوع هذا بالذات، الباتش وورك هو موجود عند كل الشعوب، بس نحن عندنا جداتنا اشتغلوا فيه قبل منهم. نعم، فنحن بدنا نعيد احياء هذه الحرفه وتراثنا غالي علينا، يعني نحن لازم يكون نهتم فيه يعني ونعيد احياءه ونعيد العمل فيه. هاي كمان هي بدي اعرضها لانه مكتوب عليها لوحه الكورونا. هاي اول ما بديت الكورونا اشتغلناها وقتها كنا بالحجر الصحي. لوحه الكورونا شوفوا الوانها، يعني ما بتدعي للكورونا ابدا، بالعكس للتفاؤل. هي الالوان انه نحن ما يعني انه نتراخى لمثل هي قصص، يعني نحن اقوى من هيك ان شاء الله. ان شاء الله. هي فيها كمان الوان متعدده، فيها جينز كذا جينز ساتان حتى كمان في اضافات اللي هن هدول شغلات اكسسوارات. هلا بالاخير يعني انا عم بحاول انه فوت كمان على مجال الخياطه، يعني ممكن اعاده التدوير يصير منه كمان البسه وقصص يعني من هالنوع. هلا انا بدي افرجيكم بس مثال انه كيف مثلا نبدا. هي فرضا هي وحدة لسه ما لي مطبقة عليها شيء، على أساس إنه نعملها شغلة جديدة كمان. هيك القماشات بتكون قبل ما نشتغل فيهم، قبل ما تشتغلوا فيهم تمام. بعدين ببلش استثمار، بعدين ببلش الاستثمار ليصيروا بهذا الشكل. يعني اليوم شفنا هيك جزء بسيط من عملكم اللي كتير حلو. أنا من 2018 جايبة من عند النحلات
شغل ايدهم يمكن من اول ما بلشوا، لانه كثير حلو هالشغل ولازم هيك بندعي لكم انه يتصدر يصير عالميا ان شاء الله. والله هذا اللي عم نسعى يعني له ان شاء الله. في هيك شيء كثير من المغتربين عم يحبوا هذا، اكيد بيحبوا هالشغلات هي، ونحن يعني مثلا بالنهايه عم يطلع عنا انتاج كثير كبير. نعم، فانتاجنا يعني صح عم نستفيد منه ببيوتنا، وعم نعيل يعني عم نساعد في حالنا احيانا يعني من الناحيه الماديه، بس كمان يعني انه اذا تصدر لبرا اكثر يمكن بشكل اكبر، اذا تصدر يعني نعرف يعني صار له ان كان بالتصدير وان كان ايضا بمعارض داخل البلد، وكثير تفاصيل بتدعم عمل السيدات السوريات المميزات بكل المجال. نتمنى لكم يا رب قبل ما نختم في شغله صغيره، انه هلا نحن عم ندخل كمجموعه ابره وخيط ارقام، اللي عم ندخل احرف وكتابات، فهي هلا قيد العمل. شوفي لسه ما خلصت، عم بشتغل عليها. نعم، فحابه اني اعرضها. هي مجموعه ابره وخيط هلا نحن طبعا يعني نفتخر بانه نحن حدا منهم ان شاء الله يا رب موفقين بالابره والخيط. عملتوا شيء مميز. هذه اسمها احب دمشق. عن جد بنتمنى لكم يا رب كل التوفيق، شيء كثير جميل. شكرا. ونتمنى الدعم من كل الاشخاص يلي عم يحضرونا ومن كل الجهات لتقدروا توصلوا للعالميه من خلال هذا الجمال السوري. شكرا كثير لك سيدي محا، ولوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم، شكرا كثير لك سيدي محا.